وغادي ندوقو. بالنسبه لي انا كيف ما كتعرفوا ما كنشربش انا السكر في القهوه. بسم الله. يا سلام. ف المذاق ما نعاود لكمش كيفاش عامل لعشاق القهوه البارده. يا سلام ولا اروع ولا اروع. هاد لاموس الفوق خطيره خطيره خطيره. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديدة. اليوم غادي نعمل معكم ان شاء الله كابوتشينو بارد، وغادي نعمل معكم قهوه سخونه بالنسبه لمحبي ايس كوفي ولمحبي القهوه المعطره المنسمه اللي كتكون واحد التتبيله. المهم بقاو معايا ان شاء الله. غادي معكم اليوم ان شاء الله جوج ديال الانواع ديال القهوي، قهوه بارده وطبعا منزليه وقهوه منسمه. يا سلام، خليونا من ديك القهوه ديال الماكينه، خليونا من القهوه ديال الايطاليين. غادي معكم ان شاء الله اليوم قهوه تاكلوا او لا تاكلوا صوابعكم وراها. بالنسبه للناس الجداد فكنقول لكم هبطوا لتحت لتحت. غادي نخلي لكم ان شاء الله الانستغرام ديالي، وليت كنحط في الانستغرام والفيسبوك. تسجلوا معايا وتابوناو معايا، مرحبا بكم. هيدا باش تكبر طبعا العائله. المهم كيف ما كتشوفوا معايا غندي الاساس تكون ضروري قهوه سريعه الذوبان كيف ما كانت. المهم انا عندي هذه الماركه ديال الدي كيف ما كتشوفوا، تكون ماركه ديال نسكافيه، اي ماركه ضروري ما تكون قهوه سريعه الذوبان باش تنجح معكم، ما كتعملوش القهوه العاديه. عندي كيف ما كتشوفوا هنايا كاس عنبه، نص كاس ما كاملش، نص وهذا يعني ناقص النص، يعني اكثر من ربع واقل من نصف، تقريبا 3 ديال المغارف كبار. وغادي نستعملوا طبعا السكر. بقاو معايا ما تمشيوش بعيد. الحاجه المزيانه هنايا غادي نجربوا اليوم معكم واحد التجربه، غادي نعملوها فقط بهذه. هي نورمال كتعدل ليا اما بالخلاط الكهربائي اولا بالمضرب اليدوي. حنا اليوم غنجربوها، اليوم قلت غادي نجربها على الشله بهذا، حيت عندي في القناه بالطراب الكهربائي. اليوم غادي نجربوها بهذه نشوف واش ناجحه اولا ما نجحش. المهم غادي نجيبو هنايا واحد الطبسيل اللي يكون طبعا غارق، ما يكونش طبسيل عادي، ضروري يكون طبسيل غارق. وغادي نجبد، غادي نجبد معلقه صح هو. بسم الله، واحد جوج ثلاثة، مهم ثلاثة، نفس الكمية اللي غتعملو د القهوة كتعملو كذلك كمية د السكر. واحد جوج وثلاثة، صافي. غادي نزيدو ديك الكميه ديال الماء، ودابا غنبداو نخلطو. كما كتشوفوا معايا نخلطو كهكا. كيف ما كتشوفوا معايا تراقوات معايا، ولكن بحكم انا ما عنديش صبار لهذا الشيء، وهي صراحه كتخرج ماشي ما كتخرج، ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الصبار انا غادي نستعمل الماكينه. بسم الله. والله 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 المهم غادي نعمل هذا الشيء، ها هو من الاحسن غادي نعملوه في شي طاسه باش ما نرومش الدميه ونرجع معاكم.
المهم كيف ما كتشوفوا معايا اخواتي فحيتاش ما نقدرش نخليها في الطبسيل غادي تروشني وصافي غادي نعملها هنايا وغادي نبدا في الطحن. بالنسبه صراحه الطريقه ناجحه ماشي ما ناجحاش ولكن كتاخذ شوج ديال الوقت ويعني العضلات. المهم خليكم معايا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا الكريمه كيفاش ولات ما شاء الله. صراحه انا من ديك النوع الناس اللي عندي الصبر على قدو مسكين مسكين على قدو ولا المهم اللي بحالي تخلي لي في التعاليق صراحه. المهم يعني اللي ما عنده شي في الغالب والله اما تعملوها في قريعه كتجيبوا قرعه ديال ما صغيره وكتعملوا فيها نفس المقادير وكتبقاو تخلطوا خلطوا ولكن كتاخذ مجهود عضلي يعني خصكم تعاونوا بيناتكم وكتاخذ الوقت باش كتولي هيدا كريمه. اما بالنسبه اللي عندها الماكينه كنصحكم حيدوا من هادشي كامل. هي صراحه ناجحه ولكن كتاخذ الوقت والمجهود العضلي لذلك الماكينه الله يخلينا الماكينه. صافي الكريمه واجده شوفوا ما شاء الله. لو كنت خلطتها في الطبسيل وبهاد اللعيبه ديال القهوه كبقيت هنا منعم من هنا نعم نسالي. المهم مزيان اللي استعملت القهوه وبقى معايا باش تشوفوا الطريقه. غادي نجيبوا الكاس يا لاله وبعدين غادي نجيبوا معلقه شوفوا معايا لاموس ما شاء الله شوفوا معايا. صافي غادي ننزلوها في الكاس يا سلام شوفوا المنظر كيفاش واعر شوفوا معايا شوفوا غادي نجيبوا الحليب بارد بما انه سميتها ايس كافي. تقدروا كذلك تعملوها بالحليب سخون يعني ما كتعملوا غير ما تعملوا هاد الثلج هو كتعملوا حليب سخون. بقاو معايا شوفوا بحكم انه الكريمه عقده 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 لواحد الدرجه ما تصوروهاش الحليب ما كيبغيش يهبط. شوفوا معايا نزيدو من الفوق بهذا الشكل هو وندوقو يا سلام
فبالنسبه لعشاق القهوه البارده فغادي تحماقوا عليها. يا سلام، ولا اروع ولا اروع، هاد الليموس الفوق خطيره خطيره خطيره، غير جربوها وردوا عليا. ودابا غادي نجوزو ان شاء الله القهوه اللي محبي القهوه السخونه ومتبله، واحد التتبيله تاكلو اولا كيف ما كيقولوا، المهم غادي تحمقوا تحمقوا تحمقوا، غادي توليو تتبلاو بها احسن من القهوه الايطاليه، احسن من القهوه الماكينه المعصره. المهم واحد القهوه، يا سلام، بقى معايا باش تعرفوا الطريقه. غادي ندوزو نوجدو القهوه، تقريبا هي قهوه تركيه ولكن ماشي تركيه، هي ما جمع ما بين القهوه التركيه القهوه المغربيه. انا هنا عملت تقريبا كيف ما كتشوفوا جوج ديال الكيسان، وعندي البوطه شاعله. قبل ما يغلي الماء ضروري ضروري غادي ندوز مباشره نعمل القهوه وهي والماء بارد، ما تستناوش حتى الماء يغلي. بزاف ديال الناس كيعملوا الغلط صراحه، القهوه كتجي بنينه الا كان الماء باقي ما غلاوش. الاغلبيه كيعملوا واحد الخطا، حتى كيغلي الماء عاد كيعملوا القهوه، هذاك خطا فادح. الا شفتوا الاتراك راه القهوه التركيه راه معروفه غنيه عن التعريف والمذاق ديال اللي ذاقها، وانا راه سبق لي شربت القهوه التركيه هنا عند الاتراك، واحد البنه يعني ما من السماء ما والو، لكم واحد البنه واحد شي حاجه اخرى، يعني شي حاجه فيها واحد الخصوصيه، فيها واحد المذاق مغاير على القهوه ديالنا حنايا. المهم الماء باقي بارد، غادي نعملوا القهوه وبقاو معايا ان شاء الله باش تشوفوا التتبيله. هنايا غادي نستعملوا طبعا القهوه ماشي سريعه الذوبان، القهوه العاديه، القهوه حبوب مطحونه. انا عندي الماركه ديال ستارباكس، نتوما كتعملوا اي ماركه عندكم متواجده. كيف ما قلت لكم ضروري هاد الوصفه يكون الماء بارد، حتى القهوه العاديه لو بغيتو تعملوها تكون ما بارد. المهم انا عندي هنا جوج ديال الكيسان ديال الماء، غادي نعمل فيهم جوج معالق كبار ديال القهوه، بحكم انه ما استعملتش الماء بزاف. غادي نخلط. بالنسبه بغيتو تعملوا السكر تعملوه، انا ما غنعملهاش لان كتعجبني القهوه مسوسه، محبي السكر كتعملوا السكر حتى كتطيب، اولا من بعد اولا كتعملوها قبل. صافي غادي نخلي ان شاء الله القهوه ديالي غنتسنى عليها حتى كتغلي وبقاو معايا. فملي كتبدا القهوه ديالنا كتغلي، عندي هنايا النجمات ديال اليانسون، وما هادو ما كتشوفوا معايا نجيمات، غادي نعمل فيها انا ثلاثه ديال الحبات. عندي هنا القرنفل المطحون، ثم الا كان عندكم حبات فكتعملوه ماشي مطحون. انا هنايا مادام عندي مطحون غادي نعمل كيف ما كتشوفوا نص ربع ديال المعلقه، ماشي ربع وانما نص ربع ديال المعلقه، على حسب انتما الكميه ديال القهوه اللي خصكم. عندي هنايا الهيل، حبات الهيل عندي مطحونه، ثم الا كان عندكم الحبات فكتعملوهم حبات، كذلك القرنفل. مادام عندي انا الهيل، الهيل هو القعقله كما كتشوفوا معايا القعقله، غادي نعمل ربع معلقه صغيره ما عامرش. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا، الا كانت عندكم حبات كتعملوا ثلاثة صافي. غادي نعمل هنايا كذلك ربع معلقة ما كاملش ديال القرفة، واخيرا غادي نجيو اللي كيعجبها المذاق ديال الحرور، غادي نعملو ربع معلقة ما كاملش يعني نص ربع معلقة ديال الابزار الفلفل الاسود، وصافي غادي نخلطو الكل مع بعض ونخليوها تغلي واحد دقيقه حتى جوج دقائق، وغادي نصفيوها ونشربوها بالصحه والراحه. بسم الله، يا سلام، شوفوا معايا. فبالنسبه لعشاق القهوه ديال العشيه اولا القهوه ديال الدار اللي كتكون طبعا نسمه، صراحه شهوه شهوه منها. شوفوا معايا ما شاء الله، ريحه ديال القرفه، ريحه ديال الهيل، ريحه ديال القرنفل، الابزار،
شنو عاود النجمه ديال يانسون صراحه شنقول لكم عشق عشاق القهوه غتحمقوا عليها هو بسم الله يا سلام المهم اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش طبعا تقليب لايك وبارطاج ونبقى نقول لكم بوسه كبيره حبيبات ديالي مع السلامه.